سياره ميدانيه لهذا المكان هذا اللي كنشوفوه. هذا هو النصب ديال نهار ام الربيع. اول المنطقه كنت كنعوم هنا كانت 8 حتى 12 متر بعد البلايص فيه. رمز موطي مصطفى، عضو بمكتب الجامعه الوطنيه لجمعيه حمايه البيئه بالمغرب. اول اليوم اللي كانت عندنا واحد زياره تفقديه بمصب نهر ام الربيع، اللي كنعرفوا نهر ام الربيع اللي كيمتد على واحد 600 كيلومتر، كيتخبط مدينه الزمور في واحد المشاكل حول التلوث البيئي ونفوق اسماك هذاك المصب، لانه هو المصب الرئيسي ديال نهر ام الربيع في المحيط الاطلسي. كنشوفوا حنا واحد التلوث البيئي روائح كارهه اللي كتنبعث خلال اللي كنعرفوا مدينه الزمور، فهي مدينه سياحيه اللي كانت كتسمى مدينه أزمة اللي من المدن المملكه المغربيه. هذا الواد نهر ام الربيع اللي كانت كتعتمد عليه هذه المدينه بالنسبه للسياحه وكما قلت لك والصيد، وحتى بعض المناطق اللي كتعتمد على الفلاحه، الان ضرر كثير والناس بدات كتعاني بعض المشاكل روائح كارهه. كانت واحد التنسيقيه او اليوم دراسي اللي لقنا واحد اللقاء دراسي اللي درناه بمقر جمعيه رعايه المستهلك باقليم الجديده، كان تدارس واحد المجموعه ديال النقاط حول البيئه هنا باقليم الجديده. وشكرا لكم وتحيه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. على اساس هذا اليوم الدراسي تمت ترشيد بعض النقاط في اطار تفويت هذه الصفقه من طرف وزاره التجهيز. هذا اليوم الدراسي درس مجموعه نقاط التي تم تحديدها في بعض المجالات لترشيد هذه الصفقة، لأنه هذه الصفقة بما يقارن بالصفقة اللي كانت عند الشركة الأولى كانت عندها 90,000 طن في العام، ألوغ هذا العام هذا عندها 500,000 طن. دونك العدد كبير اللي هو بالنسبة للمنطقة هذا تضرر به، لأن تفويت هذه الصفقة هذه ما عارفينش شكون غادي يستافد من هذا الرمال. ألوغ باش تستافد منها شركة، هذا اليوم الدراسي اعتبروا هذه الصفقة أنها تعتبر في مجال الريع. دونك لهذا تم ترشيد هذه النقطة هذه على أساس باش تكون جميع الهيئات وجميع المسؤولين يتوصلوا بأنه أن هذه النقطة هذه خاصها تم بترشيد حسن وتفويت هذه الشركة هذه على أساس يكون مراقب وعنده واحد المجال اللي غادي يعود بالنفع للساكنة أولا وثم بالمجال البيئي ثانيا. شكرا.